احنا هنحاول النهارده نتكلم معاكم بصوره واضحه جدا ونوصل لكم معلومات ان الشخص اللي لا قدر الله لا قدر الله جاله شعور او احساس انه قد يكون مصاب بكورونا ومش عارف يفرق هل دي نزله برد عاديه ولا قد يكون لا قدر الله مصاب بالكورونا، ايه الاجراءات اللي يعملها؟ ايه الخطوات اللي يتخذها؟ يحمي نفسه ازاي؟ يحمي اسرته ازاي؟ ويعمل ايه؟ ايه المفروض يعمله؟ هنتكلم النهارده بالتفصيل ونجيب على تساؤلات بيتقال فيها كلام كتير جدا الفتره دي، وللاسف كلها معلومات قد تكون مغلوطه وقد تكون من اشخاص هم غير اهل ان هم يقولوا ده. النهارده وزاره الصحه او امبارح بالليل اعلنت بشكل واضح وزاره الصحه والسكان عن ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحليلاتها المعمليه من ايجابيه لسلبيه لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واللي وصلت ل 40 حاله. اعلنت الوزاره ايضا خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا مستجد من مستشفى العزل ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس 28 حاله حتى امس من اصل 40 حاله وتحولت نتائجهم المعمليه من ايجابيه لسلبيه. كمان تم تسجيل 14 حالة جديدة بتشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين جميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية اللي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وده ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبكده بيوصل إجمالي العدد اللي بيتم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ل 210 حالة من ضمنهم 28 تم شفائهم وخرجوا من مستشفى العزل وست حالات وفاة ربنا يرحمهم. دي آخر الأرقام اللي موجودة، من فضلكم ما تتواصلوش وما تصدقوش أي أرقام تانية. ليه؟ لأن إحنا كدولة مش من المنطقي اننا نكذب في الاعداد دي، لان الاعداد دي مرصوده على المستوى العالمي ومنظمه الصحه العالميه كمان بتتابع اول باول رصدها، فمن فضلكم ما تقعدوش ترددوا في ارقام وتوتروا نفسكم وتقلقوا نفسكم وتقلقوا الناس وتعملوا قلق وبلبله، احنا بنقول لحضراتكم اول باول، وزاره الصحه بتنزل اكتر من 4 أو 5 بيانات يوميا بالعدد الحالات اللي بتوصله، سواء لو في وفيات، سواء لو في حد يعني تم شفاه او اجرى تحليل وتم يعني ان هو اثبت ان هو سلبي. فمن فضلكم يعني نتحرى الدقه شويه واحنا بنقول لحضراتكم الارقام اولا باول. خلينا نتوقف بقى عند الموضوع ده ونعرف احنا نعمل ايه. بينضم لنا الدكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة. دكتور عبد الهادي مساء الخير وتحياتي ليك يا فندم. مساء الخير يا فندم. دكتور عبد الهادي، الناس بتتساءل طبعا، يعني في معلومات كتيرة بيتم بثها في هذه الفترة من السوشيال ميديا أو من الناس اللي بتحاول إن هي تقرأ أو تجتهد. دلوقتي لو شخص لا قدر الله متواجد في منزله مع أسرته وبدأ يحس بأعراض، هو عنده تخبط مش عارف ما هذه الأعراض بتنتمي لإيه، إيه الإجراء اللي المفروض يعمله يا فندم؟ يعني هو في طبعا أعراض المرض يعني المفروض إن هي بتتشابه شوية مع الإنفلونزا، وناخد بالنا الإنفلونزا اليومين دول برضو ماشية، وهذا هذه الأعراض تتمثل في حالة الإنفلونزا بتبدأ في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وبتكون في عبارة عن رشح والتهاب في الحلق وصداع وألم في الجسم ومع الحرارة. لكن في حالة الكورونا أولا هي فترة حضانة الإنفلونزا بتبقى قليلة، بتبقى يعني أقل من فترة حضانة الكورونا. الكورونا من 2 ل 14 يوم، لكن في المتوسط بتبقى من 5 ل 6 أيام. اللي بيحصل انه الكورونا بتصيب الجزء السفلي من الجهاز التنفسي بسرعه، يعني بتنزل على الرئه والعيان بيحس مع ارتفاع درجه الحراره لاكثر من 38، بيحس مع الحمى في كحه ناشفه، في اوجاع، في ضيق في التنفس، و
تبدا بعد كده مضاعفات التهاب الرئوي، فيجب هذا الشخص لابد ان يذهب الى المستشفى علشان خاطر يراعى تحت رعايه طبيه. لكن الحقيقه انه 85% او من 80 الى 85% من الناس بتجيلهم الاعراض بشكل قد يكون غير محسوس قوي يعني. يعني بتبقى عباره عن شويه التهابات او بسيطه في الجزء العلوي الجهاز التنفسي، تعمل شويه كحه، حراره بسيطه، فدول الامور بتمشي وبيعدوا من غير احتياج بان هم يروحوا مستشفى او يتعزوا او طيب دكتور عبد الهادي، خليني اكلم حضرتك في جزئيه الاجراءات برضو الاستباقيه اللي المفروض يعملها الانسان العادي والمواطن العادي في المنزل. يعني ده قدر يعني، ولكن احنا برضو مطالب مننا اننا ناخد بالاسباب واننا نقوي مناعتنا. هل في يعني نصايح بعينها حضرتك تحب تقولها للمشاهد ممكن ان هو من خلال هذه النصايح يقوي المناعه او يحفزها شويه؟ طيب، هو الى جانب طبعا الجزئيه بتاعت الوقايه اللي هي كلنا اصبحنا عارفينها، من غسيل الايدين الى عدم التواجد في الاماكن المزدحمه الى وجود مسافه كافيه مع الاشخاص اللي بتكلميهم، مع اللي هو هذه الحاجات كلها اللي كل يوم او كل شويه انتم بتعرضوها عندكم حتى في على الشاشات كلها. ينبغي بقى حمايه او تقويه الجهاز المناعي من خلال التغذيه، من خلال النوم، من خلال ممارسه الرياضه، من خلال البعد عن التوتر، من خلال الضحك والتفاؤل، من خلال البعد عن التدخين. كل دي حاجات. الاكل، التغذيه، ممكن جدا ان احنا ناخد الفيتامينات، الحاجات اللي بتحتوي على فيتامينات ومعادن زي فيتامين ألف وفيتامين جيم أو سي أو فيتامين إيه، وكذلك فيتامين دي وفيتامين بي، دول موجودين. طبعا الزنك والسيلينيوم، الوجبات اللي موجود فيها الحاجات دي، ممكن أولا ناخد معلقة عسل أبيض بغير مرضى السكر على كوباية مية دافية مع عصير ليمونتين كل يوم على بيه. طب وبالنسبة لمرضى السكر يا فندم البديل؟ لا، ما يحطوش عسل، ياخدوا الليمون على الميه يوميا، يعني الليمونتين مع الميه، وياخدوا الحاجات الثانيه اللي انا هقولها زي مثلا اتفضل، زي المكسرات، زي الـ الحاجات دي للكل بقى. الـ يعني الـ طبعا التمر ايضا لمرضى السكر مش كويس، لكن بالنسبة لل يعني خلينا نتكلم عامة، انه الحاجات اللي فيها انتي اوكسيدنت، البليلة، مكسرات، التمر، القراصنة، المشمشية، التين الجاف اللي هي حاجات رمضان، الجوافة فيها فيتامين سي اكثر من اللي في البرتقال واليوسفي، الزنجبيل بالنسبة للمشروبات والكركم والشاي الاخضر او الشاي الاحمر، الرمان، الكيوي، الفلفل الملون، الحاجات الخضروات الورقيه، الموالح زي البرتقال واليوسفي وزيت الزيتون والجرجير والفجل والبنجر والبصل والثوم والبروكلي والكرنب والمأكولات البحريه اللي فيها الزنك. مهم جدا ان احنا ناكل، ننام 7 ساعات على الاقل. مهم ممارسه الرياضه يوميا نص ساعه. مهم جدا ان احنا ما نتوترش ونتوقع الأسوأ، لان ده يضعف جهاز المناعه، ونبعد عن الاشاعات الحقيقه اللي هي بتثبط الجهاز المناعه وتجعله مؤهل للاستقبال. واكيد يا دكتور يعني البقاء في المنزل هيكون هو الامن او السبيل للامان او لطريق السلام في النهايه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه. طيب مكملين في نفس الموضوع، هنعمل ايه لو شعرنا بلا قدر الله اي اعراض او تكهنات ان الشخص ممكن يكون لا قدر الله مره ثانيه مصاب بالكورونا؟